اهلا بيكم في برنامج اهلي وناسي. حبيت تكون اول حلقه في الشارع بين اهلي وناسي، وعلشان نبدا جولتنا معاكم لازم نبدا بالتعقيم. يلا بينا نبدا اول حلقه. انت عارفه طبعا في فيروس كورونا مستجد، قولي لي احتياطاتك كأم مصريه، جدولك ايه اليومي؟ والله هو العادي ان انا طبعا حابسه عيالي في البيت، ما بينزلوش ولا بيروحوا ولا بيجوا، والنظافه طبعا الشخصيه كل شويه بحمي وانظف، وعشان خاطر انا طبعا خايفه جدا من الموضوع ده بصراحه. وجهي رساله لكل ام مصريه، تقول لها ايه؟ طبعا ما يستهونوش بالموضوع ويحطوه في دماغهم بشكل جيد، وينظفوا عيالهم وينظفوا بيوتهم، وان شاء الله ربنا يعافينا ويعافيهم كلهم من المرض ده باذن الله. حضرتك ماشي من غير كمامه، مش مستوعب خطوره الموضوع؟ والله انا مستوعب خطوره الموضوع، بقول ربنا يستر. انا لسه قلعها بامانه، بامانه لسه قلعها. تمام. فغصب عني، طب هنعمل ايه؟ لقمه العيش كده. طيب ايه احتياطاتك اليوميه اللي بتاخدها؟ يعني ايه؟ احتياطاتك اليوميه من فيروس كورونا المستجد. والله احتياطاتي انا بعقم ايديا، يمكن لو شميت ايديا هتلاقي فيها تعقيم سبيرت، بس اعمل ايه طيب؟ نصيبنا كده. ربنا يعديها على خير يا رب. ربنا يعديها على خير، ونقول ربنا يسترها على بلدنا ويسترها على رئيسنا. اهم حاجه، اهم حاجه الراجل ده ربنا يبارك له في صحته وفي عافيته. ده جمال عبد الناصر رقم 2، وطلعت قبل كده على قناه القاهره والناس، وقلت قبل ما يركب يبقى رئيس، قلت الراجل ده ربنا يسترها عليه، ده جمال عبد الناصر رقم 2، ده هو قاهر الارهاب. اللهم امين يا رب العالمين. ده ربنا يديه الصحه. حضرتك كسواق وبتردد عليك ناس كتير، بتحمي نفسك ازاي وممكن يكون حد مصاب؟ بروح. تروح ازاي؟ طب وفي ركاب معاك؟ لا اروح جرش ظهري واروح، مفيش حاجه غير كده. ماشي المطهرات ولا تطهر التوك توك ولا اي حاجه؟ طبعا برش. تمام، ربنا يستر عليك. برش انا برضه الكلام ده. ربنا يستر عليك. ماشي يا فندم، سلام. ازي حضرتك؟ طيب حضرتك ماشيه من غير كمامه؟ بصي صبايح منهم يعني، هي جنبنا على طول، وانا مش بنزل اصلا الا كل فين وفين دلوقتي. من ساعة الإعصار دي تاني. طب بتاخدي احتياطاتك كويس في البيت للأطفال؟ طب والأطفال؟ هم في حضني، مش بسيبهم يمشوا يعني، هو ده على دراعي على طول. أنت بتشتغل إيه؟ سواق توك توك. طب وأنت فين دلوقتي ومش لابس كمامة ولا؟ لا كمامتي سطل من عند ربنا من فوق. سيبك من حوار الكورونا دوت ومش عارف ايه والكلام الفاضي دوت، هم بيقولوا اللي هم الكورونا ومش الكورونا، وقافلين الجوامع ومش عارف ايه. طب ما في قطر شغال، في مترو، في حاجات كتيره، هناكل عيش ازاي؟ عايز اربي عيالي، عايز ابقى مراتي، اكل منين واشرب منين؟ حضرتك رغم خطوره فيروس كورونا المستجد، حضرتك في الشارع من غير كمامه تحمي نفسك ازاي؟ عشان الشغل وكده لازم انزل الشغل. طب ايه احتياطاتك اللي بتاخدها؟ والله احتياطات عادي يعني. طب ما فيش كمامه؟ ما فيش شغل، احط كمامه ابوس. عايزين نعرف رايك في الدوله والسيد الرئيس في احتواء فيروس كورونا. والله هو كده بيشتغل صح، ونتمنى ان هو ما يصدرش التوم والليمون والبصل والتوم، عشان خاطر دولت اصلا هم العلاج بتاع فيروس كورونا، بتاع الفيروس اللي موجود حاليا اللي هو جاي لنا من الصين او من امريكا او من الدول الخارجيه. فما هو كده بيشتغل صح يعني 100%. تحب توجه للناس تقول لهم ايه؟ احب اوجه للناس اقول لهم اسمعوا كلام الرئيس في الوقت اللي احنا فيه، عشان خاطر ما الفيروس ما ينتشرش، وعشان خاطر ما يجي لعدد الناس الكبيره زي حالاتي، ثلاث ارباعها ما يموتش او نصها اقل حاجه يعني، ثلاث ارباعها هيضيع. الناس الكبيره بالذات الفيروس بيتحكم فيها، فما ممكن
يعني الفيروس ده يتحكم خلاص على نص شعب مصر، الناس الكبيره كلها، وطبعا من اولهم القاده للناس الكبيره اللي زي حالتنا العاملين اللي هم بيشتغلوا بدراعهم. فما وربنا ييسر بامر الله ونتمنى الشفاء للعالم كله. حضرتك بقى بتعمل ايه؟ كوقايه على نفسك. وقايه على نفسي انا بقى اولا يعني اكلي معين، اكل مسلوق معين، اولا ما بلتمس باي حد، مطهر كله، بطهر ايديا وبطهر نفسي، المكان اللي انا فيه بعقمه عشان خاطر ان انا ما اقدرش طبعا عشان الفيروس ده ما يقربش مني، لان الفيروس ده بيقرب للسن الكبير يعني للراجل الكبير. رساله تحب توجهها للناس اللي مش فاهمه خطوره الموقف؟ والله الناس انا بقول لها ربنا يعينكم، ولازم تحتفظوا بالقرارات بتاع الرئيس، ولازم تحتفظوا بوزاره الصحه، الكلام اللي بتقوله وزاره الصحه لازم تتعاملوا عليه وتمشوا، وهو القرارات اللي بيعملها صح، وبيقفل على بلاد او بيقفل على المرضى اللي موجودين، هو ده الصح اللي بيعمله عشان ما ينتشرش المرض عندنا. ونتمنى، وبعدين احنا عندنا مرض حوالي 10% او 1%، حاجه اقل حاجه في العالم كله، اقل حاجه في العالم كله او في مصر بالذات، العالم العربي في مصر بالذات 1% او 2%. ايه 1% او 2%؟ ده ما تذكرش بالنسبه للعالم، ما تذكرش نهائي. ربنا يعديه على خير ان شاء الله. بصفتك حارس عقار، ايه الوقايه اللي بتاخدها لارواح الناس الكتير اللي عندك؟ بجيب فينيك وكرول كتير بقى، يعني في الاول كنت بجيب جيركن كرول كان بيكفي السلم كلها، الوقت بجيب جيركنين، كل دور جيركن، يعني 7 ادوار ب7 جرادل كرول وفنيك وصابون ومطهرات، يعني الوقت مطهرات اكتر من الاول بكتير. يعني في الاول كنت بجيب نص كميه، الوقت بجيب كميه ونص، يعني لو بجيب جيركن الوقت بجيب 3 عشان بطهر السلم كلها بكرول من فوق لتحت. يعني في الاول كنت بعمل السلم مره واحده في الاسبوع، الوقت بعملها مرة 3 مرات، يوم الخميس ويوم الثلاث، وباقي باقي نظافه بالكرول والفينيك والمطهرات، يعني جميع المطهرات بجيبها بحطها على بعضها كلها عشان خاطر النظافه والفيروس اللي ماشي ده. تمام. طب انت مش لابس كمامه ليه؟ ما انا بلبس كمامه، بس بلبس كمامه يعني وانا بنظف الوقت في الشغل بره، ما ينفعش ان انا البس كمامه عشان هي بتخنقني بس، لكن انا ايديا على طول بالكرول والمطهرات على طول عندي جوه، بستعمله في اي وقت في اي مكان. تحب تقول للناس ايه؟ الكرول والنظافة، يعني النظافة برضو مش وحشة، والوقاية برضو أحسن بكتير، لأن كل دوت دار على الناس كلها، يعني مش على مصر بس، على جميع الدول، على جميع الدول كلها. فأنتوا الناس يعني تلاحظ بس شوية، أسبوعين ثلاثة كده لما الجو يهدى بعد كده بيعملوا اللي هم عايزينه، عشان الشوارع لقته كلها ملوثة، كل الشوارع جميع الشوارع ملوثة، والتجمعات مع بعضها بتضر الناس. يعني لو في تجمع 5 6 واتنشروا بيقعدوا كتير، يعني بدل النهارده يبقوا 10 بكره يبقوا 15 كده. فلازم الناس يبقى ايه، تتواضب مع بعضها شويه، كل واحد في بيته، كل واحد يبقى ملتزم بالحاجات اللي بيعملها. اهم حاجه الوقايه، الصابون والديتول والنظافه ديت، بحيث ديت تمنع بس السلام من الناس والعطس وكده. تحب تقول ايه للناس اللي مش مقدره حجم المشكله؟ لا، هي المشكله كبيره، مشكله مش عندنا بس في مصر، مشكله في كل في دول جميع العالم، يعني مش عندنا احنا بس عشان الناس ما تخافش منها، ده لازم الناس تخاف منها ولازم تعمل لها حساب. انك لو انت ما تاذيتش ابنك هتاذي بنتك، هتاذي مراتك، فلازم انت تحافظ، وبلاد ومراتك واولادك يحافظوا على المكان اللي هم فيه علشان خاطر ما تضرش تضر حد حواليك. ايه رايك في دور الدوله والسيد الرئيس في الوقايه من فيروس كورونا؟ والله الدوله عامله اللي عليها بشكل كبير يعني، والباقي على الناس برضو انها تاخد بالها وكده. تحب توجه كلمه للناس تقول لهم ايه؟ والله نستحمل الفترة ديت وإن شاء الله خير يعني. إحنا دلوقتي في طريقنا لقرية المعتمدية، مركز كرداسة، محافظة الجيزة. أهلي وناسي، إن شاء الله أزمة وتعدي على خير وربنا يطمننا عليك.
انت منين يا حاج؟ من المنشية. في حالات عندكم ظهرت فيروس كورونا؟ لا كنا عندنا لما فيش في البلد. طيب بتحمي نفسك ازاي؟ لا بحمي نفسي من ما اروح البيت، افضل قاعد في البيت زي ما انا رايح من شغل على البيت. في حالات ظهرت جنبكم او عندكم في البلد؟ الحوامدية بس. احنا دلوقتي في طريقنا للمعتمدية قريبة من المنشية، هل في حد تردد من عندكم للمعتمدية؟ لا ما فيش حد عندنا. طب الحمد لله. اللي محاصرين عليه. الحوامدية بس. في حالة كانت من فرح وبتاع وبعدين انتشرت كتير فحاصروها. ربنا يعديها على خير. تحب توجه للناس تقول لهم ايه؟ كل واحد يحافظ على نفسه. انت دلوقتي عارف ان في فيروس كورونا منتشر، انت شايف ان الدولة اهتمت بالموضوع؟ انا شايف طبعا ان في اهتمام كويس، بس لازم يبقى فيه حاجة مننا ومن الناس، يبقى فيه التزام، يبقى فيه التزام بقوانين الدولة اللي هي بتبلغ بيه وبوزارة الصحة اللي هي بلغتنا بيه وبالأزهر الشريف اللي هم بلغنا بيه. والساجد خير من المساجد، الساجد خير من قفل المساجد، يعني قفلوا المساجد قفلنا المساجد، قفلوا المستشفيات حجر صحي، المفروض احنا نلتزم بهذا الكلام اللي وصل لنا. طب تحب توجه الناس تقول لها ايه؟ اقول لهم التزموا زي ما الدوله قالت لازم نلتزم. ان شاء الله ربنا يعديه على خير. امين يا رب ان شاء الله، وربنا يفكنا من الوباء اللي احنا فيه. حضرتك مضطر تنزل تشتغل، بتتعامل معاه ازاي؟ والله اكل عيش بقى، بنقوم بدري بقى في الجو اللي هو ساكت ده نشتغل. تحب توجه للناس ايه تقول لها ايه؟ يحافظوا على نفسهم ويخافوا على عيالهم ويحافظوا على عيالهم، وربنا يسترها علينا وعلى المسلمين كلها. تحب توجه الدوله تقول لها ايه؟ الدوله وسياده الرئيس. والله عملت اللي عليها، عمالين يرشهم ويعقمهم ويعملوا، ما مش مخلين عن نفسهم حاجه. نغسل ايدينا بالصابون ونحافظ على عيالنا ونحافظ على كله، ولا نخرجش والكلام ده، وكل واحد يلتزم باللي هو عشان المرض اللي ماشي في كل الدول وكل الناس وكده، ونحتفظ بنفسنا ونحتفظ بمصر. تحب توجه الدوله تقول لها ايه؟ اقول لكل واحد يحرص على نفسه ويحرص على بيته ويحرص على كله، ويغسل ايده بالصابون ويغسل ينظف نفسه، يبقى تمام التمام، ما يخرجش بره في الشارع، يلتزم باللي بيحصل ونحافظ على بلدنا. طب انت شايف ان الدوله وسياده الرئيس قاموا بمهمتهم كويس؟ خير والله، الراجل عامل على اخر جهد معانا، بس الرئيس بصراحه ربنا تعبان معانا والله، يشكر والله كتر خيره. تحب توجه له كلمه؟ اقول يا سياده الرئيس انت مشكور جدا، واحنا كده طبعك في كل وقت، واحنا معاك في كل وقت، ولازم ننفذ اوامرك ان شاء الله. كله على الله. تحيا مصر وتحيا الفلاح المصري، برغم الصعوبات اللي بنمر بيها سايب بيته ونازل لعمله. حضرتك عارف يعني ايه فيروس كورونا؟ ايوه طبعا عارف. ايه احتياطاتك؟ بتاخد ايه احتياطاتك؟ احتياطاتنا ربنا اول هم موجود، واحنا محافظين على نفسينا ولا نتجمعش. يعني انا بطلع عشان خاطر عندي لمغزى هنا مواشي وعندي هنا زرع، لازم انا اجي كل يوم بالمنظر اللي انتم شايفينه حضرتك ده. وربنا يحفظ مصر ويشيل الغمه اللي عليها. يا رب. تحب توجه الدوله وسياده الرئيس تقول لهم ايه؟ بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود اللي هو عامله والتعقيم اللي هو بيعمله والعلاج اللي هو مجهزه والحاجات كلها اللي هو بيعقمها في الدوله. وبشكر جميع المسؤولين. ان شاء الله تعدي على خير. ان شاء الله تعدي على خير باذن الله. عايزك توجه رساله للسيد الرئيس لازمه كورونا، تحب تقول له ايه؟ والله ربنا معانا ومعاه، وربنا يطلعنا من الموضوع ده على خير، وهو ربنا يصلح حال، وراجل واقف بمعنى صريح يعني، واقف متطوع بنفسه وبالناس وبالجيش وبالسلطه وبكل الناس. تحب توجه له كلمه؟ ربنا معاه وربنا يعينه على الشعب وعلى الناس. احنا في كرداسه الشارع السياحي، كل المحلات قافله، مطبقه قرار الدوله الحظر، وقابلنا الاستاذ احمد. اولا حضرتك احنا بنحب نوجه شكر الدوله ولسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهودهم الخارق معانا ومع الدوله كلها، واحنا حضرتك ملتزمين بقانون الدوله وبقرارات الدوله،
وكل اللي حضرتك زي ما انت شايفه كده الكاميرا هتجيب معانا الشارع السياحي كده، كل المحلات دي قافله. انا عمري 32 سنه عمري ما شفت الموضوع ده، طبعا دي ظاهره جديده على العالم كله، تمام. بس ده خوفا علينا وخوفا على المواطنين وعلى اخواتنا واهالينا. طبعا احنا قافلين غصبا عننا، بنلتزم بقرارات الدوله وبنحترم قرارات الدوله، وبنناشد طبعا كل المصريين انهم يلتزموا بالقرارات، لان المصلحه مصلحه عامه مش مصلحه شخصيه، تمام حضرتك. فالمفروض حضرتك ان كل مصر تلتزم بده. تحب توجه ايه للسيد الرئيس؟ اولا بنوجه له شكر هو وفريق العمل بتاعه، كل الحكومه كلها، فريق العمل عامه يعني بصفه عامه، ووزاره الصحه، ونوجه شكر للدوله كلها وكل اللي بيقوم بمجهود. بصراحه بنوجه له شكر في الجيب يعني، ظل الظروف اللي احنا عايشينها دي ربنا يسترها يعني، والازمه تعدي على خير. بس احنا لازما يا جماعه نلتزم، لو سمحتوا انا اول واحد لازم التزم، وكل واحد لازم يخلي جيب يقول لجاره ويقول لاخوه ويقول لصاحبه التزم، ما تخترقش القانون، ما حدش يخرق القانون، لان المصلحه مصلحه عامه مش مصلحه شخصيه. تحب توجه رساله ايه للدوله؟ اول حاجه بشكر حضرتك لاهتمامك بكرداسه والشارع السياحه، شارع تجاري، وانا من مؤسسين شارع السياحه، ولاول مره في تاريخ مصر شارع السياحي يتقفل بالمنظر ده، واحنا محترمين الدوله وقرارات الدوله. وبشكر السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، وبشكر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبشكر الناس اللي تعبت بجد وكافحت، وزاره الصحه بشكرها جدا جدا، وبشكر الجيش الابيض، وبشكر الدوله على اهتمامها بالمواطنين المصريين. واحنا هنا ملتزمين كلنا، الشعب كرداسه كله ملتزم وما يدل القرار الجمهوريه. تحب توجه ايه للناس اللي بتختل الحظ؟ لا، التزام، التزام زينا زي الدول العظمى، الالتزام، وده قرار دولي ولازم نحترمه، نحترم قرار دولتنا، نحترم القرار لما يطلع نحترمه، واحنا فعلا محترمينه ومطبقينه. يعني بدليل حضرتك اهو، انت جايه في عز النهار عامله معانا لقاء، المحلات كلها مسكره، محلات تجاريه مسكره، ملتزمين بالقرارات الدوله. واحنا بنشكر رئيس الجمهوريه وبنحبه قوي على فكره، احنا ابناء كرداسه. وجه كلمه للسيد الرئيس. بنعشقك يا ريس بجد، انا مواطن من شعب كرداسه بقول لك بعشقك يا ريس، ولو جبت اب هسميه السيسي. تحيا مصر. تحيا مصر.